احنا ما عندنا وطن، احنا هون لاجئين، بتنفذ علينا قانون الاجانب، مش انه اجانب ككل، لا، قانون فلسطيني خاص فينا، الممنوع الفلسطيني يشتغل عشان مزاحم اللبناني على الشغل. الشغل على عمومي ممنوع لانه بدي دفتر عمومي، والفلسطيني ما بيطلع له دفتر عمومي. فبنشتغل احنا كيف يعني بعيد عن عيون الدرك، لانه اذا ترك مشهور الدرك باخذ السياره. صار بالزمانات مع من شيء كم سنه ما عن النجمه وقف بدي اطلع راكب، اجاني درك وقفني اعطيته الورق، قال لي كيف فلسطين وعم بتسوق انت عمومي؟ انت ممنوع تسوق عمومي، السياره محجوزه. حجزت السياره، قال لي بتجيب، اخذوني اخذوا السياره، قالوا لي بتجيب واحد لبناني معه رخصه عموميه عشان يطلع لك السياره. رحت جبت واحد لبناني معه رخصه عموميه وطلع لي السياره. أنا ضيعت عمري راح هدرقوا يا عمري، لو ما تعلمت أحسن لي وأفضل إلي. حامل ماجستير هندسة كيمياء من عام 1987، بنتي الكبيرة مهندسة تخرجت من الجامعة العربية السنة الماضية وقاعدة بلا شغل كمان زيي. بس الناس بدها تعلم اولادها على امل انه يسيب المستقبل لنا شيء، دوله يسافروا على شيء، دوله يشتغلوا، يعني مش معقول كمان تضلك مجهل اولادك، لو انه عم بيمارسوا سياسه التجهيل، بس يعني ما فينا نجهل ابنائنا. أنا تعلمت عشان شو؟ عشان أرجع على السيارة أشتغل، فكنت أخذت من البداية على السيارة وما تعلمتش. فبدنا نعيش، شو بدنا نسوي؟ يعني نقعد نشحن؟ في هون بمنطقة عيل حلو وصدى شي حوالي 400 مهندس، وعندك في دكاترة كتير كمان قاعدين بلا شغل.